صار ما صار نسيتي اسم الضيف في حلقة معاكي. للأسف. كمان صار؟ للأسف للأسف والله، يعني صراحة من أكثر المواقف اللي كانت تحرج وتزعل. يعني أنا ما ودي الضيف أو الضيفة يزعلوا، لكن كان عندنا ضيوف مثلاً 4 ضيوف بالحلقة. أيوه ما لومك. إيه كان فمحرج لما يكون لايف كمان. أيوه صادق. إيه مرة صادق. مرة كان صعب. بس إن عندك السماعة يقدروا يغششوكي؟ لا. مو أنا قدني لخبطت في الاسم وبعدين غششان. خلا ما ينفع. يعني ناديتها فاطمة، آمنة، خديجة، كل شيء، إلين ما طلع معاي الاسم. أوكي. طيب صار ما صار، حطيتي تليفونك على الشاحن وهو 90%. لا ما صار صراحة. أنا صار، أنا التليفون لو 99 لازم أخليه 100 دائما، أحس كذا أحس من ذا النوع. أحس ومعايا شاحن ومعايا شاحن في الشنطة بورتبل وكل شيء. لا أنا بورتبل واحد اثنين يا حبيبي. ما شاء الله. ما أحب أنقطع، أكره. شوي ما لومك، لأن أوقات إحنا نحتاج جوالاتنا، نبغى نصور نبغى كذا. أنا دائما جوالي على 5%، ما أدري ليش. صح؟ ما أعرف ليش دائما جوالي 5-10%. وانت في السوشيال ميديا يعني المفروض تكوني حريصة عليه. كسلان. طيب طيب قد صار معاكي واخذتي مخالفة سرعة؟ ما صار. والله شاطرة. انا صار. انت صار؟ انا صار. ايش سويتي؟ اعترفي. كنت بسوق ومع الحماس اوقات الاغاني الله يهديهم لما تحطي اغاني روك ولا كذا سوقي والله صار وقتها. معناها هي الاغاني ما تحلى في السياره. صح؟ ما ادري ليش. انا لما تجيني اغاني جديده ما اسمعها الا في السياره. والله؟ اي انبسط لا استمخ عليها. لها جو غير. صح. ما لومك.